من تلك الشخصيات التي اتهمها أبو عبد الله الحسين عليه السلام بالكذب صراحة الطاغية الثاني عمر بن الخطاب لعنة الله عليه. الرواية نقلتها لكم غير مرة، أعيدها الليلة لأن لي معها وقفة وفي كلامي زيادة. الرواية جاءت في كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي عليه الرحمة، وتقول: إن عمر بن الخطاب كان يخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله، فذكر في خطبته أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فقال له الحسين عليه السلام من ناحية المسجد: انزل أيها الكذاب عن منبر أبي رسول الله لا منبر أبيك. هذا مو منبر اللي خلفوك، حتى قاعد على هذا المنبر وتقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذا منبر أبي أنا رسول الله صلى الله عليه وآله. لابد أنكم ملتفتون يا محبي الحسين أن الحسن والحسين عليهما السلام في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله كانا يخاطبانه هكذا: يا أبتاه. هو أبوه الحسين ما تحمل هذا المنظر، أن يأتي قرد من القردة، منافق طاغية كعمر بن الخطاب، هذا الرجس يجلس على منبر رسول الله الطاهر، وثم تبلغ به الوقاحة أن يدعي أنه هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. شوف التحريف إلى أين وصل. قال له: انزل أيها الكذاب عن منبر أبي رسول الله صلى الله عليه وآله لا منبر أبيك. هذا الموقف الخطير، هذه الجرأة الحسينية في زمان الحكومة المطلقة لعمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب في زمانه كان حاكما مطلقا، دكتاتور، لا أحد يحاسبه، ليس هنالك برلمان يمكن أن يحاسبه أو يستجوبه أو يعزله مثلا، ليس هنالك منظمات حقوقية يمكن لها أن تتدخل مثلا وتضغط عليه، إن قتل أحدا، إن ظلم أحدا، لا يحاسبه أحد. وقد رأيتم وسمعتم جرائم عمر بن الخطاب، من ذا حاسبه عليها؟ هل عقدت محكمة لجرائم الحرب التي ارتكبها عمر ومن قبله أبو بكر؟ هل حوسبوا؟ أبدا، لأن كل واحد منهم حاكم مطلق في ذلك الزمان، فمن ذا كان يجسر على أن يتصدى لعمر في المسجد النبوي الشريف وهو على المنبر ويواجهه بهذه الكلمة الحادة ويهينه قائلا: انزل أيها الكذاب؟ هذه شجاعة الحسين، وقد كان آنذاك فتى غلاما يافعا، ولكنه أبى إلا أن يخطو هذه الخطوة ويتخذ هذا الموقف، موقف
يصل إلي وإليك وإلى كل مسلم ومسلم ومسلمة لتعرف حكم الحسين بن علي على عمر بن الخطاب، أنه كاذب، بل كذاب، صيغة فعال، كذاب. بطبيعة الحال لا بد أن يكون عمر في تلك اللحظات يتمنى ولو انشقت الأرض وابتلعت أخزاه الحسين على رؤوس الأشهاد. فاتبع عمر هنا السياسة، السياسة الماكرة، فقال له: فمنبر أبيك لعمري يا حسين لا منبر أبي. يقر، يعترف، يقولي صحيح هذا منبر أبوك رسول الله صلى الله عليه وآله. من علمك هذا؟ أبوك علي بن أبي طالب. يريد عمر أن يستدرج الحسين لكي يشهد على أبيه علي عليه السلام أنه هو الذي حرضه على هذا الفعل، حتى بعدئذ يحاكم علي عليه السلام ويؤذيه قائلا: إنك حرضت ابنك على أن يخزيني أمام الناس. فقال له: من علمك هذا؟ أبوك علي بن أبي طالب. فقال له الحسين عليه السلام: إن أطع أبي فيما أمرني فلعمري إنه لهاد وأنا مهتد به، وله في رقاب الناس البيعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، نزل بها جبرائيل من عند الله تعالى، لا ينكرها إلا جاحد بالكتاب، قد عرفها الناس بقلوبهم وأنكروها بألسنتهم، وويل للمنكرين حقنا أهل البيت، ماذا يلقاهم به محمد رسول الله صلى الله عليه وآله من إدامة الغضب وشدة العذاب. كلمات الحسين هذه شكلت حمماً نزلت على رأس عمر وأركان حكومته ومن اصطف معه في ذلك الزمان، حمم حسينية تحرقه وتحرقهم. هذا الحديث في مصادرنا في كتاب الاحتجاج. قد يقول بعض أهل الخلاف: إنه حجة عليكم لسنا نلتزم نحن به. فنقول: إن لهذا الحديث شواهد في كتبكم يا أهل الخلاف، نفس الواقعة مذكورة في كتب أهل الخلاف لكن مع شيء من التهذيب والتخفيف، ليس إلا. ممن ذكر هذه الواقعة ابن سعد في كتابه المشهور الطبقات الكبرى بسنده عن عبيد بن حنين عن حسين بن علي عليهما السلام قال: صعدت إلى عمر بن الخطاب المنبر فقلت له: انزل عن منبر أبي واصعد منبر أبيك. إذا أبوك عنده منبر روح،
أول دور على أبوك شوف منه، وبعدين قم أصعد من برا. فقال لي إن أبي لم يكن له منبر، فأقعدني معه. أريدك أن تركز في الرواية قليلا حتى تكتشف التحريف. يقول فأقعدني معه، يعني كأن عمر قبل بأن يصعد الحسين عليه السلام المنبر ويجلس معه. فلما نزل ذهب بي إلى منزله فقال: أي بني، من علمك هذا؟ قلت: ما علمنيه أحد. قال: أي بني، لو جعلت تأتينا وتغشانا، أنت ليش مقاطعنا ما تجينا؟ تعال زورنا. يقول: فجئت يوما وهو خال بمعاوية. شبيه الشيء منجذب إليه، عند خلوة بينه وبين معاوية، وابن عمر بالباب لم يؤذن له. فرجعت فلقيني بعد عمر، التقاني بعد ذلك، فقال لي: يا بني، لم أرك أتيتنا؟ قلت: قد جئت وأنت خال بمعاوية. فرأيت ابن عمر رجع فرجعت. قال: أنت أحق بالإذن من عبد الله بن عمر، إنما أنبت في رؤوسنا ما ترى الله ثم أنتم. عمر يقول للحسين: أنتم أولى الناس، لأنه حتى هذا الشعر الذي في رؤوسنا نبت بفضل الله ثم بفضلكم أنتم أهل البيت. إنما أنبت في رؤوسنا ما ترى الله ثم أنتم. هذه كناية عند العرب عن الفضل، عمن لهم التقدم على الناس، عمن لهم السيادة على الناس. مثل ما نقول إحنا في الدارجة أو العامية: لحم اجتافي من خيرك. عمر كأنه هكذا يقول، يقول: أنتم عترة رسول الله صلى الله عليه وآله، أنتم بعد الله مباشرة، الله ثم محمد وآله عليهم الصلاة والسلام مباشرة. إقرار واعتراف من عمر بن الخطاب. أيها المؤمنون، أظنكم صرتم خبراء بعدما استمعتم لسلسلتنا البحثية بعنوان أهل السنة أم أهل الخدعة، صرتم خبراء لا محالة بأن أهل الخلاف بارعون في تحريف الأحاديث التي لا تعجب. لقد قدمنا في تلك السلسلة نماذج وأمثلة كثيرة على هذه التلاعبات والتحريفات التي هم بارعون فيها. ذلك ديدنهم. فالأحاديث تجدونها بتمامها عندنا، أما عندهم فيقتطعون منها ما شاءوا، يزيدون فيها ما شاءوا، وتكتشف أمارات التحريف أو بصماته من خلال تتبع الرواية ذاتها في مصادرهم المتنوعة، لتكتشف أن كل رواية إذا ما ضممتها إلى أختها ومثيلتها توضح لك جانبا كان مخفيا،
فبعد إذن تكتشف التحريف، تكتشف ما أريد إخفاؤه وما تم دسه في هذه الرواية، فقط عليك أن تجمع وتقارن. الآن هذا الحديث الذي نقلناه من مصادرهم هو في الطبقات الكبرى لابن سعد، وليس فيه أن الحسين عليه السلام كان شديدا على عمر أكثر من كونه أنه قال انزل عن منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك، ليس فيه أنه مثلا أخزاه، اتهمه بالكذب، اشتد عليه، أهانه. فهل هذه هي الحقيقة؟ هل اقتصرت كلمة الحسين عليه السلام على هذه فقط، انزل عن منبر أبي، أم هنالك كلمات أخرى وهنالك أفعال أخرى في هذه الحادثة اقتطعها أهل الخلاف لكي لا تصل إليكم؟ فتش عن هذه الرواية في المصادر الأخرى، تجدها مثلا في مصدر آخر من المصادر المعتبرة لدى أهل الخلاف، تأريخ المدينة لابن شبة، فتجد العجب العجاب، المحذوف من الرواية من الواقعة من الحادثة في الطبقات الكبرى موجود في تاريخ المدينة، ويوضح لك أن الحسين عليه السلام كان شديدا جدا على عمر بن الخطاب. ماذا تقول الرواية في تاريخ المدينة عن عبد الله بن كعب أن حسين بن علي رضي الله عنهما صلوات الله عليهم قام إلى عمر رضي الله عنه لعنه الله وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب الناس يوم الجمعة فقال انزل عن منبر جدي، فقال عمر تأخر يا ابن أخي، اذهب بعيدا عني تأخر. قال وأخذ حسين برداء عمر فلم يزل يجذبه وهو يقول انزل عن منبر جدي، ما ترك الحسين، صعد للمنبر جراه من ثيابه، ما ترك، انزل. من هو اليوم يفعل مثل هذا ليكون حسينيا حقا؟ لطالما سمعتم في بعض المجالس على منبر الحسين ما هو ضد الحسين، ما هو مخالف لمنهج الحسين، منهج أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هل لديكم تلك الروح الحسينية؟ مستعدون أم لا؟ تسمع خطيب على منبر الحسين عليه السلام يقول كلاما أنت تعلم، أنت قاطع بأنه كلام لا يرتضيه الحسين عليه السلام، روح اعمل معه كما عمل الحسين بعمر بن الخطاب، روح جره من على المنبر، نزله. الناس تصيح، الناس تقول هذه قلة أدب، عمل غير لائق كذا، قل لهم استحوا، إذا كان عمل غير لائق الحسين فعلها قبل 1400 سنة. تقول لا هذا يسبب بلبلة وفتنة، هو الحسين لما سوى هذا الفعل بعمر بن الخطاب ما صارت بلبلة وفتنة في المسجد النبوي الشريف؟ قطع عليه خطبته في يوم الجمعة وجذبه من ثيابه
وقال له انزل عن منبر أبي أو جدي. لاحظ الرواية شو تقول. وما زال فلم يزل يجبذه، يجبذه يعني يجذبه، كلاهما لغتان صحيحتان. فلم يزل يجبذه ويقول انزل عن منبر جدي، وتردد عليه حتى قطع خطبته ونزل عن المنبر. هذا الحسين، هذه مبادئ الحسين، هذه سيرة الحسين. الذين يريدون أن يكونوا حسينيين حقا عليهم أن يعيدوا إحياء هذه الأفعال، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. الحسين استشهد إحياء للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو الذي قال أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. منكر على منابر أهل البيت، الله أكبر، يا قوم إيش صار لكم؟ أين غيرتكم الدينية؟ يعني معقول على المنبر، منبر أهل البيت، منبر الحسين، تسمع مديح لأبي بكر عمر بالعتبات المقدسة؟ هذا معقول؟ ولا أحد يتحرك، ولا واحد شريف يقول أنا حسيني ويصعد ويجذبهم وينزلهم من على المنبر أو المنصة. سووا لك في ميلاد الإمام الحسين عليه السلام في شعبان احتفالية كبرى في الصحن الحسيني الشريف السنة الماضية أو التي قبلها، ودعوا شخصيات متعددة منها شخصيات من الطوائف الأخرى، ولسنا نمانع ذلك، لسنا نمانع، ما نقول لا، بل أهلا ومرحبا، ولكن يا غريب كن أديب، جاي عند الحسين عليه السلام تجيب اسم عمر وتترضى عليه، تجيب اسم أبو حنيفة وتترضى عليه، شنو هذا؟ تأدب أنت، تعرف موقف الحسين، هذه مصادرك هكذا تذكر. تاريخ المدينة يقول هذا الحسين ذهب إلى عمر وهكذا فعل به، وأنت تدري أنت في محيط شيعي، لماذا تستفز المشاعر؟ ليش تصر على أن تجيب أسماء هؤلاء الأنجاس اللي على أقل تقدير الشيعة عندهم معهم مشكلة، تجيب أسماءهم تترضى عليهم كأنك تقول يعني أنا أخزي عيونكم هالشكل، أنا عدكم في عتباتكم المقدسة عند الحسين وأذكر بالثناء والمدح أعداءكم، أعداء الحسين. من أمن العقوبة أساء الأدب، شيء واضح، هو يدري هذا، يدري أنه لما يجيب اسم أبو بكر عمر ما أدري عثمان عائشة إن شاء الله أبو حنيفة اللي أكون اللي ماكو، ما حد راح ينزله، لا أحد يقف ويقول له قف. من كل هؤلاء المئات أو الألوف اللي موجودين، هذه أليست مخزاة لنا؟ إحنا حسينيين بعد هذا؟ والله لو الحسين موجود كان ينزلهم، يقول ما أسمح لكم، أنا عمر نفسه نزلته، تجون أنتم في حرمي في مشهدي في صحني في الصحن الحسيني الشريف تجيبون أسماء هؤلاء وتمتدحونهم؟ أين هم الحسينيون؟ أين هم؟ من الآن فصاعدا أنت في عاشوراء اتبايع إمامك الحسين عليه السلام على ماذا؟ على أن تمضي على منهجه. شنو قال الحسين تقول به؟ ما الذي فعله تفعله؟ هذه فائدة مناسبة عاشوراء، هذه هي الفائدة، أن نغدو حسينيين، نتمنهج بالمنهج الحسيني، نتلون باللون الحسيني، يصبح منطقنا حسيني وأفعالنا حسينية
وسيرنا حسيني وأهدافنا حسينية. إن من أفعال الحسين وسننه وسيرته القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن استلزم ذلك إيقاع البلبلة. خلي تصير بلبلة. وإن استلزم ذلك القيام بأفعال قد تعد عند بعض الناس في أعراف بعض الناس أفعالا غير لائقة. يقول لك غير لائق، شنو هذا تقوم أنت وسط المجلس وتروح للخطيب وتنزله؟ عيب؟ لا، هذا مو عيب، مو عمل غير لائق. الحسين حاشاه أن يقوم بأعمال غير لائقة، هذه غير لائقة عندكم أنتم اللي في عقولكم خلل، في تفكيركم خلل. يعني تريدون الحسين يمرر هذه المنكرات مرور الكرام هكذا؟ واحد يتقيع على المنبر كيفما يشاء بكلام شيطاني، كلام لا يرضي الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله، والحسين يسكت؟ أبد ما يسكت. الذي يسكت هو الذي ما عرف الحسين، ما عرف منهج الحسين. أنزله من المنبر وأقام الصلاة، اضطر عمر أنه يقيم صلاة الجمعة، فلما صلى أرسل إلى حسين عليه السلام، فلما جاءه قال: يا ابن أخي، من أمرك بالذي صنعت؟ قال حسين: ما أمرني به أحد. قال: يقول له ذلك حسين 3 مرات. يعني عمر يكرر عليه: منو اللي وازك؟ منو اللي دازك؟ منو قال لك سوي هالشكل بي وافضحني أمام الناس؟ حسين يقول: ما أمرني به أحد، أنا من نفسي سويته. كل ذلك يقول: ما أمرني به أحد. قال عمر: أولي؟ وفي لفظ آخر: ويلي. يعني عمر متعجب، يقول: إلي أنا يصير هذا الشيء؟ هالشكل أنا أنفضح وأتخزى أمام العالم؟ يكرر هذا الكلام. ولم يزد على ذلك، وحسين عليه السلام يومئذ دون المحتلم. هذا كان عمر. لما نقارن هذه الرواية في تاريخ المدينة لابن شبة بالرواية التي في الطبقات الكبرى لابن سعد، وكلتاهما عن الواقعة الواحدة، نكتشف أنه قد جرى شيء من التحريف والتصرف في هذه الرواية، وتلك أمارة على صدق ما نحن رويناه بتمامه. فالرواية عندنا في الاحتجاج مطولة، فيها احتجاج الحسين عليه السلام على عمر وفضحه إياه إلى ما هنالك. لما علمنا الإمام الصادق عليه السلام أن نزور الحسين، علمنا أن نخاطبه قائلا: بكم يبين الله الكذب، وها قد بين لك الحسين عليه السلام الكذب والكذابين. وفي مقدمتهم عمر بن الخطاب. اجعل الحسين هو المقياس، اجعل أهل البيت هم المقياس.